لينكولن، ادخل. اكتب مسودة اقتراح لإلغاء الاستراحة في المدرسة. هذا ما أريد أن أكلمك بشأنه. أنت تتصرفين بذكاء في الصف. هذا يزعج الجميع فيغضبون مني. هل يمكنك أن تتصرفي كطفلة عادية؟ هذا يشبه طلبك من خيار البحر أن يتصرف كأخطبوط. لم تكتب واجب العلوم بعد. ليسا، أرجوك، نفيت إلى الطاولة الضبقة بسببك. انظري إلى سروالي. أتفهم مشكلتك يا لينكولن. أظن أن التصرف بشكل طبيعي يشكل تحدياً اجتماعياً رائعاً. حسناً، سأفعل ذلك. شكراً لك، أنت الأفضل. أحضر منشاري، التصقت بسروالك. مرحباً يا زملائي، هذه أنا ليسا. أوه، أنت تبدين عادية. وضعت معادلة تستند إلى صفات طالب نموذجي في الصف الخامس وأعدت اختراع نفسي. ألا تحتاجين إلى نظارة؟ أوه، لا، توليت ذلك. المجهر الفسيولوجي هو الجزء السهل. التصرف بشكل طبيعي يشكل تحدياً. اخترعت هذه الأداة لتبقيني صادقة. وما عملها؟ حسناً يا طلاب، من يخبرني بعنوان جيتسبرغ؟ 20 يا أنسة و... أقصد 85 شارع، فهمتم؟ من يعرف اسم الغاز الشائع في غلاف الأرض الجوي؟ النيتروجين، أقصد الميثان، فهمتم؟ حان وقت الامتحان المفاجئ. الامتحانات المفاجئة كريهة. أعدت برمجة تود ليكون عادية. على الهواء. حسناً، لحظة الحقيقة. هل نستطيع الجلوس؟ لينكولن وأخته الرائعة. طبعاً، هيا لنفسح المكان. طعام هذه الكافيتيريا ليس مغذياً، ولهذا سأقترح شيئاً آخر. معركة الطعام! نعم أيها المدير، لن يحدث ذلك ثانية. أو ربما سيحدث. هذا مضحك. رائع يا ألدو. لقد أثرت غيظه حقاً. ليسا أصبحت فرداً من جماعتنا. ماكفرايد، يريدك المدير هاجنز الآن. إنه لا يخيفني. آسف جداً، أرجوك لا تدخل هذا في سجلي.